بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم عن المايكوباكتيريا. مايكوباكتيريا دي بكتيريا اهم خاصية ليها ان هي ايروبيك. يعني ايه ايروبيك؟ يعني بتحب الهواء كتير، بتعيش في الهواء، وبالتالي لما تعمل انفكشن هتعمل انفكشن في اللنج، بتعمل بالمونري انفكشن. تمام. الايروبيك فيه 3 بكتيريا مهمين جدا. اول بكتيريا هي النوكارديا، والتانية السودوموناس، والتالتة المايكوباكتيريوم. بتختصرها أكن أم بتقول لابنها نو سودا مايك، نو سودا مايك، نو كارديا سودوموناس مايكوباكتيريوم. لو عايز أزرعها في ميديوم هيبقى الميديوم بتاعها اسمه لوفنشتاين جينسون أو لونشتاين جينسون. مايكوباكتيريا مايكو عشان فيها في السيل وول بتاعها مايكوليك أسيد، فيها مايكوليك أسيد، مش المفروض يبقى فيها بيبتيدوجلايكان؟ قال لك لا، ما فيهاش بيبتيدوجلايكان زي باقي البكتيريا، وبالتالي مش بتتصبغ بالجرام ستين، مش بتتصبغ بالجرام ستين. هي لا جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف، دي بورلي جرام ستيند، لان فيها ما فيهاش بيبتيدوجلايكان، فيها مايكوليك اسيد. وعشان فيها مايكوليك اسيد، انا لو عايز اموت البكتيريا دي ممكن اعمل انهيبيشن للمايكوليك اسيد سينسيس، وبالتالي هعمل انهيبيشن للسيل وول سينسز، وده عن طريق دراج اسمه ايزونيازايد. يبقى الايزونيازايد هو عباره عن انهيبيشن للمايكوليك اسيد سينسز. تمام. بيقول لك طب هي ما بتتصبغش بالجرام ستين، هصبغها بايه؟ قال لك هصبغها شبه ما بصبغ باقي الاسيد فاست بكتيريا بالاسيد فاست ستين. ايه الاسيد فاست بكتيريا دي؟ هنقولوا ايه هم، بس اهم حاجه عندنا ان الستين اللي بيتصبغ بيها المايكوباكتيريوم اسمها اسيد فاست ستين او زيل نيلسون ستين. زيل نيلسون ستين او اسيد فاست ستين ديت بتبقى تكون من 3 خطوات. اول خطوه ان بعمل بحط انيلين داي. انيلين داي زي الكربوليو فيوتشسن، الكربوليو فيوتشسن، وده لونه احمر فيصبغ البكتيريا باللون الاحمر. بعد كده بحط هيدروكلوريك اسيد والكحول عشان يشيل الايه اللون ده، لكن المايكوليك اسيد بتمنع ان اللون ده يتشال، يبقى هتفضل المايكوباكتيريوم لونها احمر. تالت حاجه بحط الميسيلين بلو، فالبكتيريا اللي تشال منها اللون الاحمر اللي هي مش اسيد فاست، البكتيريا دي هتتصبغ بالبلو. يبقى الناتج الاخير في الاسيد فاست ستين يا اما ريد يا اما بلو. الريد بيبقى اسيد فاست بكتيريا، البلو نون اسيد فاست بكتيريا. المايكوباكتيريوم اسيد فاست بكتيريا، وبالتالي بتتصبغ بالاسيد فاست ستين اللي بسميه زيل نيلسون ستين. بتحط انيلين داي او الكربوليو فيتشسن، ده الاسم يعني بتاعه، وبالتالي بيطلع لك اللون الاحمر. هيدروكلوريك اسيد او الكحول مش هيشيل اللون دوت، والميثيلين بلو يحط اللون البلو على النون اسيد فاست ستين. تمام. المايكوباكتيريوم قال لك في منها انواع زي المايكوباكتيريوم ايفيوم. قال لك المايكوباكتيريوم ايفيوم بتروح تصيب الناس اللي عندهم المناعه قليله زي الايدز، وبتعمل جرانيولوما. يعني ايه جرانيولوما؟ جرانيولوما يعني تجمع من الماكروفيج. قال لك المفروض ان المايكوباكتيريوم دي انتراسيلولار بكتيريا، هنتكلموا عن الحكايه دي بعدين. وطالما هي انتراسيلولار يبقى المايكروفيج هتبلعها، المايكروفيج هتبلعها. تمام. فهتفضل جوه المايكروفيج، وطبعا هتتجمع كتير منها. لما يتجمع يبقى تجمع من الماكروفيج نسميه جرانيولوما، هنتكلموا عن الحكايه دي بعدين. الايدز بتصيب اللي عندهم ايدز وبتعمل جرانيولوما، وبالتالي لما الاقي السي دي 4 اقل من 50، السي دي 4 اقل من 50 عند مرضى ايدز، اعمل له اديهم بروفلاكسس ازيثروميسين عشان ما يصابوش بالمايكوباكتيريوم ايفيوم. عندك بعد كده المايكوباكتيريوم سكروفيوليشيوم، مايكوباكتيريوم سكروفيوليشيوم او سكروفيوليشيوم ديت بتعمل في الاطفال سيرفايكال ليمفادينوباسي، سيرفايكال ليمفادينوباسي. عندك تالت نوع المايكوباكتيريوم مارينام، ودي بتشتغل عند الناس اللي بيشتغلوا في الميه كتير او في البحار في الاكواريوم، وبتعمل هاند انفكشن، بتصيب اللي بيشتغلوا في البحار او في الميه وبتعمل هاند انفكشن.
دي المايكوبكتيريوم افيوم جرانيولوما عند الايدز، بتعمل بتعمل بروفلاكسز للسي دي 4 اقل من 50 عندهم، فنديهم ازيثرومايس. سكروفيوليسيوم بتعمل سيرفايكال انفادينوبس للاطفال. مارينيوم بتعمل هاند انفكشن لاكوريليوم اكواريوم هاندلرز. التي بي ديت اشهر مايكوبكتيريوم، وهي المايكوبكتيريوم تي بي. قال لك كلهم بيبقى عندهم حاجه اسمها كورد فاكتور، عندهم حاجه اسمها كورد فاكتور. الكورد فاكتور ده هو اللي بيخليها تجرس، لما احطها اعمل لها ستيننج واشوفها تحت الميكروسكوب هلاقيها عامله شبه السربنتاين، المنظر دوت كده، هلاقيها بتجرس بالمنظر ده. فالسربنتاين جروس هو المسؤول عن كده، الكورد فاكتور. والكورد فاكتور ده برضو هو الجزء المسؤول عن المرض، هو اللي بيعمل المرض. وبالتالي المايكوبكتيريوم التي لا تحتوي على الكورد فاكتور ما تعملش امراض. الكورد فاكتور ده برضو اللي بيأكتيفيت الماكروفيج، هو اللي بينشط الماكروفيج ان هي تتجمع وتبلع البكتيريا دي، تعمل فاجوسايتوزيس للبكتيريا دي فيحصل جرانيولوما. يبقى هي المسؤولة عن الجرانيولوما، هي الكورد فاكتور المسؤولة عن اكتيفيت الميكروفيج. وكمان بتزود التيومر نيكروزيس فاكتور الفا، التيومر نيكروزيس فاكتور الفا. بيقول لك كمان ان كل البكتيريا دي اللي هي المايكوبكتيريا كلها بتطلع حاجة اسمها سلفاتايد. سلفاتايد دي لما الكورد فاكتور يجمع الماكروفيج حوالين البكتيريا فالماكروفيج تبلعها، المفروض بتحطها في فاجوسوم، وبعدين تيجي جايبة لايسوسوم تجمعهم مع بعض. اللايسوسوم ده بيفتت البكتيريا اللي موجودة جوه الفاجوسوم. البكتيريا زي ما بتاكتيفيت الماكروفاج ان هي تتجمع وتبلعها وتعمل جرانيولوما، بتطلع سلفاتايد ان هي تمنع الفيوجن بتاع الفاجوسوم مع اللايسوسوم، وبالتالي تمنع ان هي تتفتت. يبقى في كورد فاكتور وفي سلفاتايد اللي هي المايكوبكتيريوم. الكورد فاكتور هو اللي بيعمل سربنتاين جروس، وهو المسؤول عن الفيرولانس، بيأكتيفيت الماكروفاج بيعمل جرانيلوما وبيزود تيومر نيكروزيس فاكتور الفا، بتطلع كمان السلفاتايد اللي بيمنع الفاجو لايسوسومال فيوجن. اشهر بكتيريا في المايكوبكتيريوم هي التيبركولوسيس. التيبركولوسيس بتبروديوس بعض الحاجات زي النياسين، النياسين ده فيتامين بي 3، كاتاليز بتطلع فيها جزء كمان اسمه التيبركلين بروتين، والتيبركلين بروتين ده هو والمايكوليك اسيد اللي موجود في المايكوبكتيريوم كلها. التيبركلين بروتين والمايكوليك اسيد هم الانتيجينيسيتي موجوده فيهم، هم اللي بيعملوا الجزء من الانتيجين، هو يعني اللي مسؤول عن ان يكون في ضد البكتيريا اميونوجينيك رياكشن، تمام. انما الباثوجينيسيتي المسؤول عنها الكورد فاكتور. الباثوجينيسيتي الكورد فاكتور، اما الاميونوجينيسيتي او الانتيجينيسيتي المسؤول عنها التيبركلين والمايكوليك اسيد، تمام. تي بي، قال لك التي بي انتراسيلولار، احنا قلنا هنتكلموا عن الحته دي بعدين. انتراسيلولار يعني بتدخل جوه الخلايا، المفروض معظم البكتيريا بتبقى موجوده في الدم، وبالتالي بتتواجه بالهيومرال اميونيتي بالانتي بودي، انما دي بتدخل جوه الخلايا فبتتواجه بالخلايا اللي بتشتغل جوه السيل اللي هي السيل ميدييتد اميونيتي، يعني هتشتغل ضدها سي دي 4 وكمان الماكروفاج. قلنا الماكروفاج اسمها مونوسايت لما تمشي في الدم، اسمها هيستيوسايت لما بتبقى موجوده في التشيو. والهيستيوسايت اسمها بيختلف حسب التشيو ده، لو موجودة مثلا في اللنج اللي بنتكلموا عنها بيسموها الفيلر مايكروفيج. يبقى مين اللي هيواجه التي بي؟ الالفيلر مايكروفيج، يبقى هو هيواجهها الالفيلر مايكروفيج، وهي اصلا انتراسيلر فيواجهها السي دي 4 اللي هي التي هيلبر سيل. قال لك السي دي 4 دي لو قليلة زي في الناس اللي عندهم اتش اي في او ساركويدوزيس يبقى مش هنعرف نواجه التي بي كويس. يبقى المعلومة دي ناخدها على جنب، ان هي انتراسيلولر بتتواجه بالسي دي 4، اللي عندهم السي دي 4 قليلة زي الاتش اي في او الساركويدوزيس مش هيواجهوا البكتيريا كويس، مش هيواجهوا خصوصا
التيبركلين بروتين بتاعها اللي هو الانتيجينيسيتي. بتتواجه بالالفولار ماكروفيج، وبالتالي لما تدخل الجسم هتدخل الجسم ازاي؟ عن طريق بيرسون تو بيرسون دروبليتس، بيرسون تو بيرسون دروبليتس، يعني هتتنقل من شخص لشخص عن طريق الدروبليتس زي التفافه كده مثلا، فتدخل لللنج يواجهها الالفولار ماكروفيج فتجي عامله جرانيولوما، يعني يتجمع الماكروفيج جنب بعضيهم جامد فتعمل جرانيولوما. هتلاقيها دخلت على السل التي بي انتراسيلولر، فتدخل على السل تعمل فيها نيكروزس، وخصوصا نوع اسمه كازياس نيكروزس، كازياس نيكروزس، ويجي الماكروفاج يتجمع حوالين الكازياس نيكروزس دي وفي كذا حته، يبقى كذا حته حصل لها الخلايا ماتت نيكروزس بطريقه كازياس، يعني في انواع من النكروزس منها النوع الكازياس اللي هي بيبقى شبه الكازين بروتين اللي موجود في اللبن، يعني شبه الايه الجيلي كده، كازياس نكروزس في كذا حته، الحتت دي اسمها فوقاي، فوقاي يعني اجزاء كده، ليجن في اجزاء معينه، فبيعمل فوقاي في اللنج كلها كده، عباره عن كازياس نكروزس متحوطة ماكروفيج وليمفوسايت وجاينت سيل، جاينت سيل اللي هي ماكروفيج متجمعة مع بعضيها فبتبقى مالتي نيوكليتد جاينت سيل. يبقى المنظر الفوقاي ده هسميه جونز فوقاي. يبقى ايه هو الجونز فوقاي؟ هو عبارة عن كازياس نيكروزس سراوندد باي ليمفوسايت ماكروفيج اند جاينت سيل. دخلت البكتيريا عملت الجونز فوقاي، هتجي ماشية كمان في الليمفوسايت، تروح في الليمف نود، تروح على الليمف نود تعمل ليمفادينايتس، يعني تعمل التهاب في الليمف نود، تمشي في الليمفاتكس الليمفاتيك فيسل، تجي عامله انفلاميشن في الليمفاتيك فيسلز بسميها ليمفاجينايتس، ليمفاجينايتس ليمفادينايتس ان جونز فوكاي، جونز فوكاي كازياس نيكروزس محاطه بماكروفاج ليمفوسايت جاينت سيل، وبتجي رايحه على الليمفاتيك فيسلز والليمف نود. الليمف نود اللي عند اللنج بيسموها هايلر ليمف نود، هايلر ليمف نود، هتجي عاملة ليمفادينايتس ليمفاجينايتس. تمام، اتجمعت الماكروفيج حواليها، طبعا معرفتش تاكلها وتخلص منها لان بتطلع سلفاتايد فبتمنع الفيوجن بتاع الفاجولايسوسوم، فهتفضل الماكروفيج محوطاها كده وتايه، ويحصل النيكروزس دي يهيلد باي فايبروزس وكالسيفيكيشن، يحصل هيلينج بفايبروزس وكالسيفيكيشن، وبالتالي يبقى عندك البكتيريا ومحاطة بفايبروزس وكالسيفيكيشن وما بتعملش مرض، فبسميها ليتنت. ليتنت يعني ما فيش ديزيز لكن في بكتيريا موجودة في اللنج، والليتنت ده ليتنت تيوركولوزس بيبقى اسيمتوماتيك، ما فيش اعراض لان ما فيش ديزيز اصلا. لو عملت شيست اكس ريز، وهي الطريقة اللي بعرف اشوف فيها الفقاي اللي موجودة في اللنج، مش هلاقي حاجة في الشيست اكس ري. لو خدت السبيوتم اللي بيطلعه العيان، التفافة اللي بيطلعها، وعملت لها كالتشر، مش هلاقي ايه، مش هلاقي حاجة، مش هلاقي التي بي. ليه؟ لان هي صغيرة جدا متحوطة بفايبروزس وكالسيفيكيشن، مش هتطلع في السبيوتم وفي الشستري اكس راي صغيرة، بالتالي مش هتبان الفقاي، صغيرة مش هتبان. تمام، ده كله اسمه برايمري تيبركلوزس هيلد باي فايبروزس، برايمري تيبركلوزس هيلد باي فايبروزس. طب افرض بقى ان اتصاب بيها ناس عندهم الاميونيتي قليله او مال نوتريشن، اميونيتي قليله زي الايدز، مال نوتريشن ما بياكلوش كويس، ما فيش مناعه كويسه عندهم، قال لك مش هيحصل هيلد باي فايبروزس وكالسيفيكيشن، ده يحصل بروجريشن على طول. فالجونز فوقاي او الجونز كومبلكس بقى كلها، الجونز فوقاي والهايلر ليمفادينوباسي والليمفانجايتس، كل ده اسمه جونز كومبلكس. الجونز كومبلكس هيحصل له بروجريشن ويعمل لونج ديزيز. اللونج ديزيز دي هتبان على هيئة كافيتي، كافيتي وبتكون خصوصا في الأبر. احنا ليه في الأبر؟ لان هي ايروبيك بكتيريا بتحب الاكسجين ساتوريشن عالية جدا، ودي موجودة في الأبر لوب، وتعمل كافيتي بقى. الكافيتي دي هتبان في الشست اكس راي، وساعتها هيطلع سبيوتم، والسبيوتم برضو هيبان فيه الايه، السبيوتم هيبان فيه التي بي. قال لك خلي بالك في مرحلة
احنا في مرحلة البرايمري يعني اتصاب لأول مرة اتهيلد باي فايبروزس وبالتالي ما حصلش الديزيز وتجمع حوالينا الماكروفيجي وخلصنا الليتنت وبنسموه ليتنت، ما بيبقاش في اعراض، ما بيبقاش في حاجه في الشست اكس رايز ولا في حاجه في السبيوتم، وما بينقلش كمان بيرسون تو بيرسون ترانسميشن، ما فيش نو ترانسميشن. قال لك لا ده في ممكن في المناعه القليله يحصل بروجريشن وتعمل كافيتي. قال لك كمان اللي في الهيلد باي فايبروزس ده ممكن يحصل ري اكتيفيشن، امتى؟ لو المناعه قلت في الانسان ده او اتصاب لمره ثانيه عدوى للمره الثانيه او المناعة قلت يحصل ري اكتيفيشن ويحصل برضو لانج ديزيز وكافيتيز في الابر لوب، تمام. والكافيتيز برضو بتبقى عبارة عن جرانيولوما، والجرانيولوما خلي بالك اللي بتبقى موجودة في التي بي بسميها تيوبركيولوما. التيوبركيولوما هي عبارة عن جرانيولوما، التيوبركيولوما هي تجمع من الماكروفيج عادي، التيوبركيولوما هي الجرانيولوما بس في بسبب التي بي. وخلي بالك تجمع من الماكروفاج بيسموها جاينت سيل او مالتي نيوكليتد جاينت سيل، عشان في كل ماكروفاج ليها نيوكليوس لما تجمعوا بقت مالتي نيوكليتد جاينت سيل. وكمان بسميها لانج هانز، لانج هانز مش لانجر هانز، لانجر هانز حاجه تانية، دي لانج هانز. لانج هانز سيل او لانج هانز جاينت سيل هي عباره عن مالتي نيوكليتد ماكروفيج او مالتي نيوكليتيد جاينت سيل، عباره عن ماكروفيج تجمع من الماكروفيج. وصلنا اللي فيه لانج كافيتيز حصل في اللانج وخصوصا في الابر لوب. قال لك كمان بتمشي البكتيريا دي وتوصل للدم، يحصل ديسمينيشن، يحصل بكتيريميا، يحصل توكسيميا. بكتيريميا يعني وصل البكتيريا للدم تعمل ميلياري ديزيز. ايه الميلياري ديزيز؟ هي عباره عن مجموعه امراض في الأورجان مختلفة في الجسم بسبب التي بي. ميلياري ديزيز هي عبارة عن مجموعة أمراض بسبب التي بي إنه انتشر في الدم وبالتالي انتشر في الأورجان كلها، دي الميلياري تي بي. هيعمل إيه الأعراض؟ الأعراض لما تبقى في اللنج هتعمل كف بيكون بروداكتيف غالبا او نون بروداكتيف عادي، ما يعمل فيفر هيديك ماليس انوركسيا عشان حصل بكتيريميا. والفيفر هنا حاجة مهمة جدا ان الفيفر بتكون نايت، بتكون بالليل نايت فيفر ونايت سويت، سويت عرق بالليل وفيفر بالليل. واحد جاي بيكح ويقول لك انا بالليل بعرق جامد وبيبقى درجة حرارتي عالية وش كده يبقى ده تي بي until proven otherwise. وبيكون في loss of appetite loss of weight. loss of weight هنا بيكون بشكل كاشيكسيا بشكل جامد قوي، loss of weight loss of appetite مش باكل وخسيت، ونايت سويت ونايت فيفر وفيفر هيديك ماليز انوركسيا، ديت الاعراض بتاعت التي بي. عايز بقى ايه اتاكد ان هو عنده تي بي اعمل له شيست. طبعا طالما في اعراض يبقى دوت اكتف تي بي، هعمل له شيست اكس رايز هلاقي في ايه فوكال ليجن او كافيتيز في الابر لوب، تمام، لوبر كونسوليديشن مثلا. في هعمل له سبيوتم هلاقي في السبيوتم، وطبعا لما اعمل السبيوتم ده هعمل ستيننج بايه بالزين نيلسون ستين واشوف او احط الميديوم ده في الايه في اللون لوفنشتاين جينسون ميديوم، هشوف الكالتشر في التي بي، تمام. في حاجة مهمة جدا بقى عندنا في الاميونيتي، حاجة اسمها قصة العشق المتبادل. ايه هي؟ ان لما بيجي انترو سيلولار اورجانيزم المناعة عايزة تتخلص منه او ترياكت ضده، هتيجي مطلع له السي دي فور والماكروفيج. الماكروفيج تبلع البكتيريا دي، وهي بتبلعها بتجي مطلعة انترليوكين 12، انترليوكين 12 تنشط بيها السي دي 4 او تي هيلبر سيل. السي دي 4 تيجي تنشط الماكروفاج ان هي تعمل فاجولايسوزوم، فاجولايسوزومال فيوجن. طب هتنشطها بايه؟ بالانترفيرون جاما، انترفيرون جاما. الماكروفاج تنشط السي دي 4 بانترليوكين 12، السي دي 4 تنشط الماكروفاج، الماكروفاج نشط سي دي 4 انترليوكن 12، سي دي 4 نشط الماكروفاج بانترفيرون جاما.
هتقول لي طب الماكروفاجي اصلا مش هتعمل فاجولايسوزومال فيوجن عشان فيه سلفاتايدز. هقول لك ما هو ده هيخلي السي دي 4 تطلع انترفيرون جاما اكتر اكتر اكتر، وبالتالي لما يكون في اصابه بالتي بالتي بي هلاقي الانترفيرون جاما عاليه جدا. ففي بايوكيميكال رياكشن او بايوكيميكال دايجنوزس عن طريق ان اشوف الانترفيرون جاما ريليز اسي، انترفيرون جاما ريليز اسي او اي جي ار اي او اجرا او اي جي ار اي انترفيرون جاما ريليز اسي، هلاقيها عالية جامد في اللي عندهم تي بي. هقول لك هنا كمان عندك سكرينينج للتي بي، يعني ايه؟ بشوف مثلا اللي داخلين امريكا عندهم تي بي ولا لا. ليه؟ لان التي بي له فاكسين اسمه بي سي جي فاكسين، فاللي في امريكا واخدينه مش هيجي لهم تي بي، فاللي جاي من بره الاميجرانت بيحصل لهم سكرينينج. تمام. وانا بعمل السكرينينج ده بستخدم تيست اسمه تيوبركلين تيست او بي بي دي، بروتين بيروفايد بروتين دريفاتيف، بيروفايد بروتين دريفاتيف او اسمه تيوبركلين تيست. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بحقن تيوبركلين بروتين، وبالتالي لو انا عندي التي بي فعلا هيكون المناعه نشطه، فالمناعه تجي رياكت ضد التيوبركلين بروتين ده وتعمل لي هو عباره عن سكين تيست انتروديرمال تيست. فبتحقن في الانتروديرم حقنه اللي هي عباره عن تيوبركلين تيست، بتلاقي شكل احمرار وانتفاخ انديوريشن، يبقى هتشوف الانديوريشن ده. لو التيست ده بوزيتيف معناه ان انت مصاب حاليا او اتصابت قبل كده، يبقى كيرنت انفكشن او باست انفكشن، او اصلا انت واخد البي سي جي فاكسين. بي سي جي فاكسين عباره عن جزء من الفيروس ميت او حي، الفاكسين يعني ده حسب نوع الفاكسين، يعني مش كلامنا دلوقتي، بس البي سي جي فاكسين هو جزء من الفيروس وبالتالي يحصل ضده مناعه. يعني لما اعمل بي بي دي هلاقي المناعه برضو بترياكت، يعني معناها بوزيتيف، ده هيبقى فولس بوزيتيف، وبالتالي لازم اعمل تاكيد تاني عن طريق بقى الشست اكس رايز او ايه، او عندك الانترفيرون جاما ريليز اسي، او اعمل السبيوتم لو في مشكله ظاهره. انما المهم البي بي دي بيبقى بوزيتيف في الكيرنت انفكشن باست انفكشن بي سي جي فاكسين. لو ما ظهرش يعني نيجاتيف معناه ان مفيش انفكشن، او دي بقى اللي احنا شرحناها في الاول، ممكن يكون عنده انفكشن بس السي دي 4 قليل جدا فما حصلش رياكشن ضد التيبركلين بروتين، والسي دي 4 قليل جدا في مرضين الاتش اي في والساركويدوزس. يبقى في الساركويدوزس والاتش اي في لو حد مصاب يبقى في تي بي انفكشن ان اتش اي في او ساركويدوزس، هتطلع لي فولس نيجاتيف بي بي دي، فولس نيجاتيف بي بي دي ان اتش اي في اند ساركويدوزس وز تي بي انفكشن. قال لك كل الكلام دوت اللي هو البي بي دي تيست ده الانديوريشن بيبان بعد 24 ساعه. ليه بعد 24 ساعه؟ لان ده ديلي التايب هايبر سنسيتيفيتي، تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي ديلي التايب، ده النوع بتاع الهايبر سنسيتيفيتي هنا ديلي التايب هايبر سنسيتيفيتي بعد 24 ساعه. في فاكسين اسمه بي سي جي فاكسين، وخلي بالك ان الانترفيرون جاما ممكن، احنا قلنا البي بي دي هتطلع لك فولس بوزيتيف ان عنده تي بي لما بيكون واخد الفاكسين. قال لك الانترفيرون جاما شويه بيكون قليل في حكايه الفولس بوزيتيف في البي سي جي فاكسين. تاني بي سي جي فاكسين معناه ان انا واخد جزء من الفيروس فالمناعه ضده هتشتغل، وبالتالي لما ادي بي بي دي تيست اللي هو جزء من الفيروس برضه هلاقي المناعه اشتغلت، يعني معناها بوزيتيف تيست مع ان هو ما عندوش تي بي. لكن الانترفيرون جاما ما بيكونش بوزيتيف، يعني اقل في الغلط بتاع الفولس بوزيتيف بي سي جي فاكسين. هعالج ببريست، دي مجموعه ادويه هناخدوها بس
اهم حاجه فيها الايزونايزايد اللي هو بيشتغل ضد المايكوليك اسيد. في فاكسين اللي هو البي سي جي فاكسين،